ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودت معاكم في سلسله الموضوعات القانونيه اللي بيقدمها موقع نقابه المحامين لشباب المحامين ان كل مره بنتكلم عن موضوع جديد. موضوع يهم شباب المحامين. النهارده هنتكلم عن التزوير. هنتكلم عن ايه؟ عن التزوير. التزوير هو ايه؟ ومعنى التزوير ومفهومه وماهيته؟ والتزوير في محررات عرفيه يعني ايه؟ والتزوير في محررات رسمية يعني ايه؟ واستخدام المحرر المزور يعني ايه؟ وامتى تبقى جناية؟ وامتى تبقى جنحة؟ وامتى الحبس فيها يبقى وجوبي؟ وامتى الحبس فيها يبقى جوازي؟ موضوع كبير وشيق وجميل. لما نيجي نتكلم عن التزوير بمنتهى البساطة، التزوير هو تغيير الحقيقة. هو ايه؟ تغيير الحقيقة. كلام زي الفل. اتنين، الضرر. يبقى أهم أركان جريمة التزوير، واحد تغيير الحقيقة، اتنين ركن الضرر. هاتان الركنان أو هذان الركنان هم أهم أركان جريمة التزوير. التزوير في محرر عرفي هو تغيير الحقيقة في ورقة عرفية حررت بمعرفة أطراف هذه الورقة أو المستفيدين منها. إنما التزوير في محرر رسمي هو التزوير في محرر صادر عن الدولة مختوم بختم الدولة. والتزوير لصور وأشكال، التزوير بالإضافة أو المحو أو القشط أو التعديل أو التغيير. التزوير زي ما قلت لكم وزي ما بنقول مع بعض هو تغيير الحقيقة، ده ركن أول. إيقاع الضرر بمن زور عليه هذا المستند الركن الثاني. طيب لو مفيش ركن من الاثنين دول موجودين، تتحقق معه جريمة التزوير؟ ومتى لا تتحقق؟ خلينا اوضح معاكم ده. في الورقة العرفية او في المستند العرفي اذا توافر الركنين، ركن تغيير الحقيقة وركن الضرر، وقعت الجريمة واصبحت جنح التزوير. طيب اذا تغير الحقيقة، كما مثلا خلينا اضرب لكم مثل. سعاد راحت لمكتب الصحة وقالت لدكتور الصحة انا فاطمة، وهي سعاد، وطلبت من الدكتور ان يسننها ويطلع لها شهادة طبية بالتسنين عشان تستخدمها فاطمة في الجواز. وفعلا سعاد بعد ما راحت الدكتور سننها وقال انها فوق السن القانوني، فوق 18 سنة وفقا لقانون الطفل، وبالتالي هي بالغة راشدة تصلح لإتمام الزواج وفقا للائحة المأذونين ولائحة وزارة العدل فيما يتعلق بأحكام الجواز ووفق أحكام قانون الأسرة ولا ينطبق عليها قانون الطفل. عدت ال 18 سنة، عندها 19 سنة، في حين ان فاطمة الحقيقية عندها 16 سنة. فسعاد خدت الشهادة وراحت اديتها لفاطمة بعد ما مثلت دور انها فاطمة قدام دكتور الصحة، وفاطمة خدت الورقة عشان تقدمها للمأذون وتقول له انا عندي 19 سنة ومعايا شهادة من الصحة بالتسنين بان انا سني صالح للجواز. تم تحريك الدعوى الجنائية باعتبار أن ذلك تزوير في محرر عرفي، لأنها مختومة بخاتم الدكتور وتوقيعه وختم مكتب الصحة، لكنها غير مدمغة بختم النسر. التزوير ده تغيير الحقيقة، وتغيير للحقيقة الخاصة بفاطمة وبسنها، هل هو 16 ولا 19؟ لكنه لم يقع مع ركن تغيير الحقيقة وركن الضرر، لأن الضرر لم يصب فاطمة، بل إن ده كان في مصلحتها لأنها خدت ورقة التسنين أو شهادة التسنين واستخدمتها لمصلحتها في إنها تتجوز، وهي كان نفسها تتجوز. فهل تحقق الضرر لمصلحة فاطمة التي زور عليها هذا المستند، أم كان هذا المستند لمصلحة فاطمة؟ لا، ده كان لمصلحتها وكان مفيش منه ضرر عليها. ينتفي مع هذه الحالة جريمة التزوير لانتفاء ركن من أركانها، ألا وهو ركن إيه؟ ركن الضرر. طيب لو المستند ده بقى مستند رسمي، كما لو كان تقرير طبي خارج من المستشفى بيوصف حالة طبية لمريض، وهذا التقرير مختوم بختم النسر بتاع المستشفى، ده هنا مستند رسمي. ولذلك يقول لك التزوير في المستند الرسمي
الضرر فيه مفترض. إذن لما يكون عندنا مستند رسمي إذا تم تغيير الحقيقة وقع الركن الأول من أركان جريمة التزوير. الركن الثاني هو ركن الضرر، لا يشترط وقوعه، لأن الضرر في التزوير في محرر رسمي ضرر مفترض، لأنك بتضر بيه المجتمع وبتضر بيه الدولة لما بتوقع وتغير من خلال توقيع أو تزوير أو تغيير أو إضافة أو قشط أو محو أو تعديل لطبيعة وحقيقة ما جاء في المستند بهدف الإضرار حتى ولو لم يتحقق الضرر. فالضرر ركن مفترض في هذه الجريمة. طب ده التزوير في محرر رسمي جريمة واستعمال المحرر المزور جريمة تانية. فمن الممكن واحد يضرب تقرير طبي مزور بختم النسر ويديه لشخص تاني يستخدمه في مكان تاني وهو يعلم أنه مزور، وهو يعلم. ليه بقول لك يعلم؟ لأنه لو ما يعلمش يبقى ينتفي عنده القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر مزور، هياخد براءة، لأن أركان الجريمة ركن مادي وركن معنوي، والركن المعنوي بينقسم إلى عنصرين، العلم والإرادة. فإذا انتفى ركن العلم انتفت أهم أركان الجريمة، انتفى معها أهم أركان الجريمة وهو الركن المعنوي. يبقى لازم يكون يعلم. طيب إذا الشخص هو اللي قام بالتزوير واستخدم هذا المحرر المزور، هنا بقى عندنا جناية وجنحة. الجناية هي جناية تزوير محرر مزور، والجنحة هي جنحة استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله، وهيترتب عليه أن تنطبق نص المادة 32 من قانون العقوبات، واللي هتكون فيها العقوبة هو توقيع العقوبة الأشد. مادة 32 من قانون العقوبات اللي بتتكلم عن التعدد المعنوي، وهو أن تكون هناك ارتباط بين الجرائم، وهو الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. وفي الحالة دي المحكمة بتعاقب المتهم بجريمة العقوبة الأشد. يبقى احنا عرفنا عن ايه تزوير في محرر رسمي وفي محرر عرفي، وجريمة استخدام هذا المحرر فيما زور له، وكمان اتكلمنا عن مسألة تغيير الحقيقة وضرورة وجود ركن الضرر في تزوير محرر عرفي، وأن ركن الضرر مفترض في جريمة تزوير محرر رسمي. الضرر ركن مهم، التزوير واحدة من أهم الجرائم اللي ممكن تشتغلها وانت في بداية حياتك إذا عرضت عليك، لكن لازم تحدد أوصاف التزوير سواء كان بالإضافة أو القشط أو المحو أو التعديل أو التوقيع أو البصمة. التزوير واحدة من أهم الجرائم اللي ممكن تشتغلها وانت محامي، واللي ممكن تشتغل فيها بفنيات عالية وانت بتشرح طريقة وآلية التزوير، وانت بتشرح حجم وخطورة الضرر الذي وقع على المجني عليه. موضوع مهم، موضوع جميل، أتمنى تكون المعلومة وصلت لكم، وهنتقابل تاني في حلقة جديدة من سلسلة المعلومات القانونية. شكرا لكم. أحمد مهران.